النهارده هنتكلم على ال SQL. طبعا احنا اشتغلنا باخر حاجه الجزء بتاع المابينج، فاحنا محتاجين بقى بعد المابينج ان احنا نكتب ال SQL statement ونبتدي نشتغل عليه. ال SQL statement عندنا بتنقسم لنوعين، عندنا اول نوع حاجه اسمها ال DDL، وتاني نوع ال DML. ال DDL اللي هو اختصار Data Definition Language، وهي ال statements او ال SQL queries الخاصة بال creation بتاعة ال table وال primary key وال foreign key والكلام ده، وبرضو في command اسمه ال alter وال drop. تاني نوع اللي هو ال DML اللي هو ال data manipulation language، وهو الخاص بان انا اتعامل بقى مع ال records اللي جوه ال database دي، او ال columns من ناحية ال insert وال update وال delete. طيب احنا هنبتدي ازاي في الاس كيو ال؟ طبعا انت بيبقى عندك المابنج او الجزء بتاع السكيما اللي انت عملته في اخر مره. طبعا المابنج مهم لانه بيبين الكولومز اللي في التيبل، وبيبين ايه العلاقات او الريليشنز بتوين كل تيبل والتانية من ناحيه الفورين كي والبرايمري كي والكلام ده. فطبعا لازم تكون متاكد كويس جدا قبل ما تبتدي تنفذ المشروع على الاس كيو ال ان الريليشنز مظبوطه والبرايمري كيز والفورين كيز مظبوطين. نبتدي نخش في اول حاجه. لو عندنا السكيما دي، عندنا الستودنت، والستودنت فيه النيم والنمبر والكلاس، ولو قلنا مثلا عندنا برضو الكورس ومعلومات عنه، هنلاقي فيه ان تيبل اسمه البري ريكويست، هنلاقي ان الكورس نمبر موجود فيه، وده معناه ان طبعا هنا فيه ريليشن 1 تو ماني بين الكورس والبري ريكويست. نفس الكلام في السكشن والكورس، هنلاقي الكورس نمبر موجود في السكشن. واخر حاجه الجريد ريبورت، هيكون فيها حاجتين، الستودنت نمبر من تيبل ستودنت والسكشن ايدنتيفاير من تيبل سكشن، وده يعتبر ميني دومين. طب هنعمل بقى الكلام ده ازاي على الاس كيو ال؟ اول حاجه طبعا تبقى موجوده عندك ان انت هتخش على حاجه اسمها live sql.oracle. تمام، يبقى انت اول حاجه هتاكسسها هتكتب في السيرش عندك في جوجل live sql.oracle.com، وهتدخلك على البلاتفورم اللي احنا هنشتغل عليه. طيب هنشتغل البلاتفورم بتاعنا ازاي؟ انت هيبقى عندك حاجه اسمها SQL Worksheet، وهيبقى فيه سيشنز هنتكلم عليها بعد شويه. فاهم حاجه طبعا ان انت بتخش على الحته بتاعت ال SQL Worksheet. طبعا هيقول لك لازم تلوجن باوريكل اكونت، فانت طبعا عندي اوريكل اكونت، انت هتكريت اوريكل اكونت عادي جدا، وبعد كده تخش تعمل ساين ان بالاكونت اللي انت عملته. هيفتح لك اس كيو ال ورك شيت، وتبتدي بقى تشتغل تكتب الكوماندز اللي هنشتغل عليها دلوقتي هنا، وهيظهر لك الاوتبوت بتاعك هنا. طيب هنشتغل ازاي؟ هنرجع بقى للوورد بتاعتنا. زي مثلا عايزين نبتدي نكريت التيبلز دي، يعني نكريت السكيما دي، هنبتدي ازاي؟ هنشوف اول تيبل عندنا اللي هو الستودنت. طب هنكتبه ازاي او نكريته ازاي؟ طبعا انا عامل محضر الجزء بتاع الكرييت، فانا هاخد طبعا الكود زي ما هو كده ونبتدي نشتغل عليه. طيب اول حاجه طبعا الكوماند اسمه كرييت، يعني الكوماند اللي عندك اللي هتكريت بيه التيبل في الداتابيس اسمه كرييت، وبعدين كلمه تيبل واسم التيبل اللي هو الاستوديو. طيب بتفتح بقى البراكت عشان تبتدي ايه تحط الاتريبيوتس بتاعتك، اللي هي مثلا نيم، ستودنت نمبر، الكلاس، الميجر. طب اللي هما فين؟ اللي هما هنا النيم، ستودنت نمبر، والكلاس والميجر، يعني الاتريبيوتس بتاعتك. نبتدي نخش على حاجه اسمها الداتا تايب. الداتا تايب عندنا بتنقسم لكذا نوع، في حاجه اسمها البار تشارت، دي بتبقى الكاركترز وليها نمبر معين، زي مثلا ما اقول 30، يبقى انا كده محتاج ان هدخل كاركترز والحجم بتاعهم 30. طب ايه النوت نال؟ النوت نال معناها ان انت لو حطيت نوت نال على الكولوم، يعني قلت النيم هيبقى بار تشار خلاص، يبقى ده معناه ايه؟ النيم عباره عن تكست، والتكست بتاخد 30 كاركترز. طب اما النوت نال بقى معناها ايه؟ معناها ان الفيلد ده ما ينفعش يتصف فاضي. يعني ايه؟ يعني وانت اليوزر بيدخل داتا في التيبل لازم يبقى موجود النيم. لو شلت النوت نال يبقى ممكن ادخل داتا في الرو كله، مش مشكله ايه النيم. فطبعا لازم اتاكد ان في حاجات طبعا لازم تكون موجوده،
زي النيم زي النمبر، ممكن الكلاس ممكن نسيبه ممكن ما نسيبوش يعني براحتك، او الميجر يعني الكلاس مهم، ممكن الميجر بقى هو ايه اللي لسه مثلا ما بقاش حد عنده ميجر فممكن يتساب مش مضمون. فالستودنت نمبر هنخش عليه هنلاقي ان في تايب اسمه الانتجر، الانتجر بقى هو ده النوع بتاع النمبر يعني اللي هو كانك هتكتب نمبر. الكلاس برضو شار يعني كاركتر، يعني ممكن ياخد كاركتر واحد. الميجر شار برضه يعني، ولما احط 4 يبقى انا هاخد 4 كاركترز. طيب احط بقى البرايمري كي بتاعي ازاي؟ بكتب كلمه برايمري كي وجواها البرايمري كي بتاعنا اللي انت هتختاره اللي هو ايه؟ الستودنت نمبر. طيب بعد ما تخلص بقى الجزء بتاعك هنا في الستيتمنت، نبتدي عايزين نكسكيوت الستيتمنت. هنعملها ازاي؟ هتقوم مختار الجزء ده كده ودوس ران. طيب المفروض لما تدوس ران هيظهر لك مسج كده تحت يقول لك تيبل كرييتد، يعني انت خلاص التيبل ده بتاعك اتكريت واوريدي موجود في الداتابيز. نفس الكلام هنعمله بقى بقيه التيبلز. هنخش على الكورس هنشوف الكورس نفس الكلام محتاج ايه. ادي الكورس بتاعنا، نخش نعمل كرييت للكورس، نفس الكلام كرييت تيبل اهو نفس الاسطمبه بالظبط اللي بتشتغل عليها كورس. بعد كده الكورس نيم بار تشار 30 برضو ممكن 40 على حسب ما بيشيل، وادي الكورس نمبر وكريت اور. وهنلاقي ان حاجه اسمها البرايمري كي، خلينا مش مشكله نمسح دي مش محتاجينها. البرايمري كي عندنا في الحاله دي هيبقى ايه؟ الكورس نمبر ماشي، فاخترنا الكورس نمبر كبرايمري كي. طبعا ما تعملش اكسكيوت بقى لكل الستيتمنت، لا اختار بقى دي خلاص يعني الاولانيه دي عمل لها اكسكيوت، هنختار دي وهندوس ران. هيقول لك برده التيبل خلاص اوريدي كريتد. نخش على بقيه التيبلز هنلاقي بقى في تيبل بري ريكويزيت مهم جدا بقى. نخش على تيبل بري ريكويزيت هتلاقي الكورس نمبر تمام، وهتلاقي البري ريكويزيت نمبر. هنا بقى حاجه مهمه جدا، قلنا ان في ريليشن بين الكورس نمبر والايه والبري ريكويزيت، ان الكورس نمبر موجود في البري ريكويزيت. ده معناه ايه؟ ان البرايمري كي بتاع الريليشن 1 محطوط في التيبل الميني، فكده في ريليشن 1 تو ميني. طيب هنعملها ازاي بقى؟ يبقى برايمري كي، فاكرين لما كنا بنحط بقى الاثنين مع بعض برايمري كي، ادي اهي بقى نكتب برايمري كي، ادي الكورس نمبر وادي الريكويزيت نمبر. لما كنا بنحط الاثنين مع بعض برايمري كي، واللي هيبقى فورين كي هيبقى مين؟ الفورين كي هيبقى الكورس نمبر صح. طب هيريفير لمين؟ ريفير لتيبل الكورس. يعني ايه ريفير؟ يعني هيشاور على تيبل الكورس والاتريبيوت كورس نمبر. وبرده في فورين كي تاني ريكويزيت نمبر هيريفير لمين؟ للكورس تمام، وهيبقى الكورس نمبر. يبقى احنا بنعمل ايه بقى؟ يبقى احنا عملنا كده ايه؟ عملنا اننا بنقول ان في كونكشن بين تيبل البري ريكويزيت وتيبل الكورس. لما عملنا الفورين كي كورس نمبر ريفير للكورس نمبر، هنعمل بقى اكسكيوشن برضو الاستيتمنت دي. نعمل ران برضو هيقول لك التيبل طبعا كريتد. هنخش على اللي بعديها السكشن، نخش على السكشن هنعمل كرييت تيبل سكشن برضو. سكشن ايدنتيفاير ده البرايمري كي اهو في التيبل، هنلاقي برضو ان في فورين كي اهو، ادي فورين كي اسمه كورس ايه؟ نمبر، لان كورس نمبر لو رجعنا للسكيما هنلاقي كورس نمبر موجود اهو، يبقى فورين كي كورس نمبر بيشاور على مين؟ تيبل الكورس والاتريبيوت كورس نمبر. نفس الفكره وان تو من، وهنعمل ران كده يبقى برضه كرييت التيبل ده. ناقص بقى اخر تيبل اللي هو بتاع الجريد ريبورت. الجريد ريبورت فيها حاجتين مهمين برضو نشوفهم دلوقتي. ادي جريد ريبورت كرييت التيبل، وادي ده اسمه جريد ريبورت او جريد student number. ده هيبقى طبعا ايه؟ فورين كي ولا برايمري كي الاتنين مع بعض
فاكرين هيبقوا برايمري كي، ولكن كل واحد فيهم فورين كي. يعني ايه كل واحد فيهم؟ يعني student number ده فورين كي، بيشاور على مين؟ على student number. والفورين كي بتاع السكشن هيشاور على مين؟ على السكشن، ماشي، اللي هو فين؟ سكشن اهو، على السكشن ايدنتيفاي. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا زي ما كنا بنعمل في الماده، الاثنين مع بعض برايمري كي، وكل واحد فيهم فورين كي، والفورين كي ده بيشاور على فين؟ بيشاور على التيبل اللي فيه البرايمري كي الاساسي. نقوم عاملين برضو ده، نعمل له ران. طبعا نخلي بالنا ان هنا كيس سنسيتيف، يعني ايه؟ يعني اي براكت او اي حاجه ناقصه هيقول لك ايه ايرور تحت، وبيقول لك ميسنج رايت برانتس. يبقى احنا هنعمل كمان واحده كده ونعيد تاني، هيقول لك ايه؟ هيقول لك برضو في مشكله تانية، ان السكشن ايدنتيفاير مش هي السكشن ايدنتيفاير. ليه؟ في ار ممسوح، خلي بالك بقى، تحط هنا برضو الار. ف الموضوع كيس سنسيتيف جدا، وادي هو بيقول لك خلاص تيبل كريت. فتخلي بالك جدا وانت بتنقل حاجه، تخلي بالك جدا من قفله البراكتس اللي موجوده. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الكرييشن للتيبل. نخش بقى على الجزء المهم، وهو الدي ام ال، ان احنا بقى عايزين نشتغل على التيبل اللي احنا دخلناه. طبعا التيبلز دي اكيد ما فيهاش داتا، تمام. طب نتاكد ازاي؟ بنكتب جمله سيلكت، ودي الجمله اللي هنشتغل بيها قدام كتير جدا. فهنقول سيلكت اول، الاسترنج دي معناها اول، فروم ستودنت. يبقى انا بسيلكت كل حاجه اللي هي الاول دي، فروم تيبل مين ستودنت، عملت ران. هيقول لك نو داتا فاوند. يعني ايه نو داتا؟ يعني مفيش دلوقتي داتا في التيبل ده، لكن التيبل ده اكزيستد، يعني موجود. طب لو عملت تيبل تاني، اي تيبل اهو، وعملت ران، هيقول لك اصلا التيبل ده مش موجود. فطبعا ده ياكد لك ان انت ما كريتش لسه التيبل. فهنخلي السيستم زي ما هو كده، ونبتدي بقى نشتغل على الدي ام ال. طب الدي ام ال اول حاجه فيها ان انا عايز ادخل داتا فين؟ في التيبل. طب ادخل داتا في التيبل ازاي؟ حاجه اسمها جمله انسيرت. يبقى عندك كلمه انسيرت دي ثابته، وانتو، وادي التيبل نيم. التيبل نيم ايه عندنا؟ عايزين ندخل في تيبل مين؟ ستودنت. دخل فيه ايه بقى؟ النيم والستودنت نمبر والكلاس، ماشي؟ لسه مش دي مش موجوده عشان ما كريتناش الكلاس. والفاليوز، الفاليوز دي بقى هي دي قيم الداتا اللي هتخش جوه ايه؟ التيبل. يعني ايه قيم الداتا؟ يعني دي اللي هتخش، النيم هيخش فيه اتماس، ستودنت نمبر هيبقى فيه 15، الكلاس هيبقى 1، تمام؟ فانا لو عملت ران للموضوع ده كده هيحصل ايه؟ هيقول لي 1 رو انسيرت، يعني في رو في التيبل اوريدي. لو عملت ران بقى للجزء ده هلاقي ان خلاص اهو عندي سميث دخل، وادي الاي دي 15 والكلاس بقى 1. طيب في مشكله هنا بقى، دي الميجر فاضي، عشان انا نسيت ادخل ايه؟ ادخل الميجر في الستودنت. طب سي حاجه زي كده حصل، اعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه في الموضوع ده؟ ممكن ابتدي اروح لحاجه اسمها الابديت. ادي الابديت بتاعنا. الابديت ده بيعمل ايه؟ الابديت ده بيشتغل على مستوى تيبل في الكورنر. يعني انا بقول ابديت تيبل ستودنت وست الميجر. انا نسيت الميجر، صح؟ هتلاقي ان انا ما حطيتش الميجر، المفروض اقوم حاطط تاني الميجر، بس سي نسيت. اعمل ابديت تيبل ستودنت، سيت ميجر، احط الميجر بتاعه مثلا اي اس، ده الاي دي بقى اللي اسمه ايه؟ وير. السويت نمبر اللي دخل الاي دي بتاعه كام؟ 15، عشان ادخله الميجر. اعمل ران، هيقول لي 1 رو ابديتد. اسلكت تاني هيظهر لي ايه؟ الميجر بتاعه ابديتد وبقى ايه؟ اي اس. فانا لو نسيت او محتاج ان انا ابديت، يبقى ارجع تاني واعمل الجمله بتاعه الابديت، وابتدي اشتغل واقول الكونديشن بتاعي واختار الرو اللي انا عايز اعمل له ابديت. طيب سي ان انا هندخل مثلا، طبعا لما تيجي تعمل انسيرت هقول لك مثلا عايز في البروجكت بتاعك كل تيبل على الاقل فيه 30 ريكورد، فسهله.
يعني مش هتقعد تكتب بقى انسيرت كل شويه، لا هتاخد كوبي بيست كده للانسيرت بتاعتك، وهتغير بس الايه الفاليوز اللي جوه. تمام، فانا سي هدخل حد تاني، اخلي الاي دي بتاعه 10 و الكلاس بتاعه 3 مثلا، احط بقى الميجر المره دي، وهخلي الميجر بتاعه سي اس. تمام، بعد ما اخلي الميجر بتاعه سي اس هران بقى الجمله بتاعتي. تمام، هيقول لي وان رو انسيرتد، اعمل سيلكشن، المفروض كده الاقي ايه تو ريكوردز احمد ومس. هنلاقي فعلا اهو احمد مس دول اللي دخلوا اي اس و سي اس. حبيت بقى ديليت، عايز ديليت حد فيهم اعمل ايه؟ يبقى بتكلم على جملة الايه الديليشن. طب عامل ايه؟ هلاقي في حاجة اسمها ديليت فروم ستودنت. تمام، يبقى انا بكتب الجملة بتاعتي ديليت وفروم، دي حاجات ثابتة، اللي هتلاقيه باللون البينك ده ثابت، والكلام التاني بقى بيتغير. تمام، يبقى ديليت فروم تيبل مين ستودنت، لو عايز ادلت بقى من حد تاني من الكورس مثلا اعمل ايه؟ يبقى ديليت فروم كورس، ماشي، يبقى ديليت فروم تيبل ستودنت وير ستودنت نمبر ايكوال ايه، انا عايز ديليت مين، احمد ولا تماس؟ قول مثلا تماس، يبقى 15 الاي دي بتاعه كام اهو 15. ارن وان رو ديليتد، هسلكت عشان اتاكد، يبقى اتبقى ايه احمد عندك بس في التيبل. طيب سي ان انا بقى عايز مثلا نسيت وانا بعمل التيبلز، عملت كل التيبلز نسيت كولوم. طيب بيديك اوبشن برضو تاني ان انا ممكن اقاد بقى كولوم، هستخدم جمله اسمها الالتر. الالتر دي ان هي بتديك الصلاحيه ان انت تضيف كولوم على التيبل بعد الكرييشن، لكن لان انت ممكن تكون نسيت وانت بتكريت، فنسيت الكولوم تكريته، فممكن تكريت الكولوم بعد الكرييشن. يبقى هتكتب الالتر تيبل ثابته برضو، والتيبل اللي انت عايز تعمل فيه اد، وكلمه اد ثابته. عايز اضيف الجزء بتاع الجندر، ميل او فيميل. تمام، يبقى انا بضيف الجندر وبقول شار، شار دي معناها ان هو كاركتر واحد، واعمل ران تيبل الالتر يعني تعدل سيلكت. المفروض احنا نطلع الريزلت ان في تيبل والجندر موجود بس مش متحدد، وفعلا اهو الجندر اهو مش متحدد. يبقى نعمل ايه تاني؟ ممكن بقى نعمل ابديت اهو، ناخد بقى الابديت تاني اهي، وستودنت نسيت بقى ايه المره دي ميجر، لا جندر اهو، وهنحط الجندر ام يعني ميل لانه كاركتر واحد، وير الستودنت نمبر ايكوال كام 15 لا 10، ونسلكت مره ثانيه وان رو ابديتد، اتاكد ثاني ران، سوري لازم تكمل الستمنت لحد الاخر. احمد جندر ميل، يبقى احنا كده فهمنا ان انا بغير ان الاس كيو ال فليكسيبل على حسب التيبلز اللي عندك وعلى حسب الكوماندز اللي عندك، بتقدر تعمل اللي انت عايزه. تمام، طيب سي ان انا حبيت برضو بعد كده والله اخترت التيبل ستودنت ده، انا حبيت ابديت مثلا الجندر اكتبه ميل اهو، والروس مثلا ران، بص بقى يطلع لك ايه فاليو تو لارج فور كول، يعني انت اخترت كاركتر وكاتب كلمه ميل، طب ازاي هياخد الميل كلها؟ ما هو كاركتر واحد اللي هو الام. فبعمل ايه بقى؟ ارجع اعمل alteration تاني، بقى بعمل alter table student، والمره دي بقى ايه مش اد، خلي بالنا modify الجندر varit char، يبقى ايه varit char؟ اخليه character ويبقى 40، يبقى اديله مساحته، ادي alter اهو student gender varit char، يبقى table alter. المره دي بقى عايز اكتب كلمه ميل، يبقى update، ادي run one row خلاص updated، سيلكت عشان نتاكد هل كده دخل قبل الميل بتاعتنا، اه جندر
بقت ميل مش ام، لان البار تشار بتاخد كاركترز اكتر، واقدر كده ابديت. سي خلاص انا مش محتاج لسبب ما اشيل الجندر، ممكن اعمل حاجه بسيطه برضو الالتر عشان نشوف الالتر قويه ازاي. هالتر تيبل ستودنت واعمل حاجه اسمها دروب والكولوم، كل طبعا قلنا البينك حاجات ثابته يعني الستيتمنت ثابته، مفيش حاجه اسمها انا بحفظ الاس كيو ال، لا انا فاهم الاس كيو ال، بفهم الداتا موديلنج لانجويج شغاله ازاي، داتا ديفينيشن لانجويج شغاله ازاي، وبغير الكيوردز بتاعت التيبلز. الالتر تيبل ستودنت دروب الكولوم اسمه ايه؟ جندر، انا مش عايز جندر تاني. ران تيبل الالتر، المفروض كده لما اعمل سيلكت من ستودنت تاني اللي هو طبعا بظهر المعلومات في الستودنت ما الاقيش الجندر. تمام، يبقى انا ما عنديش ايه؟ الجندر. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع كده، يبقى انت عرفت داتا موديفاينج لانجوج، داتا موديلنج لانجوج. هل ده كل حاجه؟ اه ده كل حاجه في الحته دي. الجزء الثاني ده كده هيبقى بارت 1، البارت 2 هيبقى الجزء المهم بقى اللي هو بتاع الاس كيو ال كويريز، ازاي اعمل بقى كويريز، ازاي اعمل جوين اجريجيشن فانكشن، ابتدي اعمل السليكشن، الكلام ده كله ده هيبقى البارت 2. طيب انا اقدر اعمل ايه المره الجايه يعني او الاسبوع الجاي في الناس السكشنز بتوعها؟ لازم اشوف ايه؟ اشوف التيبل او مش التيبل، الداتا بيز بتاعتك كلها معمول لها ايه؟ كرييشن، يعني هتشتغل بقى تمسك السكيما بتاعتك تكريت التيبلز بالكولومز بالبرايمري كيز وتبتدي تانسيرت داتا في كل تيبل اتليست 15 ريكورد بير تيبل. تمام؟ اخلص الكلام ده وممكن اعمل بقى حاجه ظريفه وحاجه مهمه جدا عشان ما عيدش بقى الكلام ده كله، ولازم تحتفظ بالكود ده عشان هتحطه في الدوكيمنت عندك. هتعمل حاجه اسمها سيف، مهم بقى قوي، سيف سيشن، عشان كده بقول لك اعمل اكونت، ما تخشش على الاس كيو ال ورك شيت وتعمل وتلاقي شغلك كله راح في الاخر. ممكن تعمل سيف سيشن او ان انت تاخد الكلام ده كله قبل ما تقفل الويند وتحطه في وورد دوكيمنت براحتك. هتعمل سيف سيشن وهتقول مثلا سيشن 3، ماشي؟ بعد ما تعمل سيشن 3 ادي بس اي ديسكريبشن، نقول مثلا سيكشن 12 وسيف سيشن از سكريبت. طيب هيظهر لك بقى السكريبت بتاعك، طبعا لازم تعمل اكونت. نيو سكريبت سيشن سيفد ويز 28 ستيتمنتس، يعني انت عندك 28 ستيتمنت عملتهم اللي احنا عملناهم دول وعملنا بيهم الكرييشن والالتريشن وكل حاجه، سيبنا الستيتمنت دي كلها ايه؟ هي محتفظ بيها تلاقيها في اي وقت، حتى بيطلع لك الريزلت والايرور وكل حاجه. طب ليه ده مهم؟ مهم لو انا عايز ارجع اشتغل تاني، يعني انت لو دخلت على الاكونت بتاعك لو سبت شويه الاكونت بتاعك وخرجت هيقول لك سيشن اندد، يعني ايه؟ كل اللي انت عملته راح. طب فايده الاكونت ايه او السيف سيشن ايه؟ لو جيت عملت كده ريسيت سيشن، يعني ايه ريسيت سيشن؟ عملت ريموف لكل حاجه. هنشوف دلوقتي اللي هيحصل. هعمل ريموف، يقول لك ان انت بالريموف ريسيت سيشن كانك بتعمل ريسيت زي ريسيت للتايم، يعني بتريموف اول الداتا بيز اوبجكت السيشن هيستوري كل حاجه. المفروض لما بتعمل ريسيت هيشيل لك كل حاجه. طب هترجع تاني تعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ خلاص اهو 1 داتا بيز اوبجكت هاف بين ريموفد، الداتا بيز اتشالت، كل حاجه اتشالت. طب نتاكد برضو سيلكت all from student. وهنعمل select of table does not exist. تخيل انت عملت الشغل بتاعك كله والسيشن راحت وما بقاش التيبل موجود، طب هنعمل ايه؟ my session، نروح على my session. بعد ما نروح على my session هتلاقي حاجه اسمها previous سيشنز. البريفيوس سيشنز هتلاقي ايه؟ هتلاقي او خلينا في ماي سكريبت، سوري خلينا في ماي سكريبت، هتلاقي سيشن 3 اللي انا ايه؟ عملت لها سيف. بعد ما عملت لها سيف هضغط عليها هلاقي كل اللي انا عملت له شغل
موجود هنا. طب انا بقى مش عايز اشتغل تاني على الداتابيس بتاعتي، هكريتها من اول تاني؟ لا، ما مش هعيد الشغل كذا مره. تمام، اعمل ايه؟ هدوس ران سكريبت. بعد ما ادوس ران سكريبت بريفورم اكشن. تمام، المفروض بعد ما اما يحصل بريفورم اكشن هيدخلني تاني ويقول لي ان السكريبت خلاص حصل له اكسكيوشن، وهخش على الاس كيو ال ورك شيت ابتدي اطبق الكود بتاعي. فمهم جدا حته اللايف السيشن بتاعتك تسيفها، هتنزل لك في السكريبتس، هترن السكريبت بتاعك اللي هيبقى فيه كل المعلومات، بحيث ان انت لو عايز بقى تضيف حاجه، هتعمل كويري، هتشتغل تاني، الكلام ده كله. طبعا هو بيقول لك اهو حصل له كرييشن اهو، 10 اوبجكت كرييتد. هتخش على الاس كيو ال ورك شيت تاني، وهتعمل طبعا سيلكشن للحاجات بقى اللي عندك، او تعمل ابديت، او يعني مثلا لو دوسنا الجزء بتاع سيلكت اول فروم ستودنت واخترنا الجزء ده كله، عملنا ران، هيظهر لك الشغل بتاعك. قبل كده طبعا كان الظاهر بيقول لك تيب نوت اكزيست، عشان السيشن بتاعتك راحت، يعني كل الاوبجكتس وكل الحاجات اللي انت كريتها راحت، وده يبقى الموضوع الاس كيو ال بتاعنا بارت 1. شكرا.